بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني. الشيخ محمد القلاجي منورني النهاردة، وقلت لكم قبل كده وقلت في المسجد عندي في رمضان، ليس عندنا في الأزهر صغير ليلبس العمامة الأزهرية دي فهو كبير، لأن الصغير في الأزهر كبير. الشيخ محمد زارني في رمضان في جامع سيدنا عمرو بن العاص وأنشد، فأبهر الحضور بإنشاده لما قال: وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. فتعالوا بقى نسمعها من الشيخ محمد، تفضل. وصلوا إلى الحضرة، الله، والقبة الخضراء، الله، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، الله، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. الله أعطاهم، الله، الله أعطاهم، الله أعطاهم، الله، والسعد وافاهم، الله، وصلوا فحياهم، وصلوا فحياهم عندي رسول الله. وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. قالوا أتيناك، الله، لما عشقناك، الله، قالوا أتيناك، الله، لما عشقناك، الله، والكل وافاك، والكل وافاك، حبي رسول الله. وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، الله، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. قاموا من الفجر، الله، نظروا إلى البدر، الله، قاموا من الفجر، الله، نظروا إلى البدر، الله، قرأوا من الذكر، قرأوا من الذكر آيا بقول الله. وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، الله، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله. نظروا إلى الهادي، الله، من أبطح الوادي، الله، نظروا إلى الهادي، الله، من أبطح الوادي، الله، سمعوا من الهادي، سمعوا من الهادي، نادى رجال الله. وصلوا إلى الحضرة والقبة الخضراء، الله، يا حبذا البشرى بشرى رسول الله، بشرى رسول الله. اللهم بشرنا برسول الله، ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، ما هذا الجمال، كأننا أمام القبة الخضراء، كأننا أمام رسول الله. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم زيارة عاجلة لسيدنا رسول الله، ونملي العيون بحبيب العيون، اللهم آمين. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وبشكرك يا شيخ محمد، شرفتني، وربنا يبارك فيك ويبارك لوالدك فيك ويجزيه خير عنك. آمين. وبشكر حضراتكم ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.